كما راكم تشوفوا ختامها راح يكون ختام مسك، وهاي القاعدة العائلية، وهاي لما نهاية واختتام هذا المهرجان وهذه التظاهرة. وكما راكم تشوفوا محاضرين معايا كامل المشاركين ولجنة التحكيم بأكملها، وعلى رأسهم منظم هذه التظاهرة وهذا المهرجان الشيف مصطفى على يميني، وعلى يساري أيضا سيدة المطبخ الجزائري بامتياز السيدة رزقي. يعني تشرفت كثير بالعمل معكم وتغطية هذا المهرجان اللي هو حصريا مشاهدينا الكرام على قناة الشروق العامة. شف مصطفى عطينا يعني مختلف لي بروسيدور اللي درتهم باش درت هذا الفيستيفال. بالامس الافتتاح كان يوم الاحد بفضل السيد رزقي والشفاء اللي كانوا من داخل الوطن خارج الوطن. بالامس كنا في مسابقة الوطنية بدأت فوجين، الفوج الأول الصباح، الفوج الثاني خلال المدة ساعتين، الفوج الثاني كان في الفترة المسائية. هما الصح، هما كانوا صعوبات لكن تحدينا، وكان المهرجان ما شاء الله. والشي اللي لاحظته مع السيد رزقي ولجنة التحكيم اللي كانت من الخارج من الداخل، لما جمعنا المعدلات سبحان الله الثلاثة الأوائل كانوا مختلفين في النقاط، 11 كونديدا او 14 كونديدا كانوا نفس المعدل 76.70. هذا ما يدل الا على لجنة التحكيم لما اعطت النقطه اعطتها بكل صدق وبكل مصداقيه. هذه هي التحديات اللي يقوم بها مختلف الجزائريين للقيام بمثل هذه التظاهرات وهذه الفعاليات اللي تعد من بين الامور الاساسيه اللي تخلي تراثنا وتقاليدنا وثقافتنا راسخه عبر الاجيال. رايح نروح مباشره الى رئيسه لجنه التحكيم سيده المطبخ الجزائري السيده رزقي، راح تعطينا توضيحات على كيفيه تنقيط مختلف المشاركين في هذه التظاهرة، وهل وجدوا صعوبات في تنقيط الطلبة، وهل خاصة يعني هل كان الأكلات هل كانت لذيذة؟ هذا الشيء نورمالمون يفرحكم، لا خطر هذا المهرجان راه نجح، وكنت معنا وشت بالك شوية أكيد. نجح 100%. كان نقول لك كل كانت دايوغ بليزيوغ ولاية، كان احتكاك ما بين الولاية، وهذا الشيء مليح للمهرجان ويزيد يلونغيشي الباتريمون تاعنا مليح. اذا كان جو عائلي، كنا نخدموا في جو عائلي. بالنسبه للشيء اللي كنا قلنا لهم قبل ما يبداو، قلنا لهم لازم تركزوا لنا على الطبق الكسكسي التقليدي، وما ما شاء الله كانوا نجم نقول لك بالنسبه لاول مره، وكانوا عندنا دي كونديدات اللي صغار في السن، كانوا دي كونديدا وين بالنسبه للديكور كاين اون بون اميليوراسيون، تسمى تحسنوا بزاف، كاين اون بون اميليوراسيون بالنسبه للتحضير تقديم الاكل نتاعهم. هذا المبادره نشكرهم بزاف عليها، وان شاء الله ماهيش الاولى، ان شاء الله تكون وتكون، ورانا هنا نتعاونوا كامل باسكو هذا الشيء يهم بلادنا. نروح مباشرة إلى الشيف كريمة باش تعطينا نبدأ على هذه المشاركة اللي هي كانت من بين لجنة التحكيم، من بين أعضاء لجنة التحكيم أقول، وكذلك من بين اللي ساعدوا في تنظيم الشيف في تنظيم هذه التظاهرة مع الشيف مصطفى. كريمة تفضلي أعطينا حوصلة حول هذا المهرجان. كان المهرجان كما تمنينا، كانت فكرة فأصبحت حقيقة، يعني في ظرف وجيز وفي ظرف قصير قمنا بمهرجان أنا ما كنتش نتوقع راح يكون هكايا، تعبنا عليه ويعني ما رقدنا ليل نهار، والحمد لله اللي لحقنا كما يقول لك للهدف تاعنا ولحقنا وش كنا متمنيين. كانت تبادل ثقافي ما بين كل الولايات، اكتشفنا مواهب واكتشفنا ثقافات، واكتشفنا اللي باللي كسكس كل ولاية، يعني كل ولاية وشنو هو الكسكس اللي يتميز به هذيك الولاية. والحمد لله فرحونا لي كونديدا، وكانوا لي شيف ما شاء الله، وتعلمنا على سيدة رزقي كتاب، يعني كتاب ما لا نهاية، وان شاء الله يتعاودوا مهرجانات اخرى في يعني ويكون
يكونوا اكبر من هذه كما هدرنا مع سيده رزقي ويعني ولي شاف ومصطفى شاف مصطفى ونديروا مهرجانات اكثر واكثر وكما يقول لك ونلحقوا اللي تعبوا عليه اللي قبلنا اللي شاف الكبار واش تعبوا عليه احنا نوصلوا نوصلوا كما يقول لك نكملوهم واش داروا هما نكملوا الخدمه تاعهم وان شاء الله ربي يوفق كاع الجميع ان شاء الله. نروحوا مباشره الى الشيف الموالي اللي حتى يعطينا يعني آراء في هذه المشاركة مع إخوته الجزائريين لأنه نحن كلنا الإخوة العرب وكلنا دولة واحدة إن صح القول. روحوا مباشرة إلى حيدر خليل إبراهيم. كان لي الشرف الكبير أني شارك فيه يعني صراحة وأنا سعيد جدا أنه التقيت فيه هون وسعيد جدا بالوجوه اللي شفتها والإمكانيات الأطفال اللي شفتها عندكم حاجة يعني من الكبار حضرة الكبار للصغار هذا الشيء حلو كثير، أنا بدعيهم أن يظلوا محافظين على التراث مهما حصل، ما يتخلوا عن التراث ولكن يبدعوا للأفضل، يعني يحاولوا أنه دائما يكون في إبداع تنوصل نحن لهون لبعيد، وبتمنى يكون في دعم أكثر من هيك صراحة أنا لاحظت أنه طبق الكسكس شيء مهم جدا 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 بالجزائر، وفي تنافس عالي جدا وفي تشكل، لكن لازم يكون في دعم أكثر من هيك. من عدة مؤسسات من عدة جمعيات من عدة حتى من الدولة حتى من أي أشخاص بس إنه لأنه هيدا بيمثل لأنه مين ما ربح مين ما خسر هو اللي رابح الأول هو طبق الكسكس هو اللي حيوصل للعالمية إن شاء الله. روحوا مباشرة أيضا لإخوتنا المصريين. أيوة ده هو بيضحك. الشيف معتصم بالدين إبراهيم محمد حسين هكذا يعني أعطيني انطباعاتك حول هذه المشاركة في هذا التظاهر أو في هذا المهرجان. كأمة عربية تاريخ ولكم الشكر جميعا. ونروح أيضا الآن إلى الشيف خديجة حتى تعطينا كيف كانت الأجواء ورأيها في هذا المهرجان اللي في رأيي وفي رأي الأغلبية كان نجح وبامتياز. المسابقة هذه كانت في القمة وهو الهدف من هذه المسابقة هو إحياء التراث ونعرفوا كذلك على الكسكس نتاعنا ما نخلوش ينضاثر نخلو الناس متمسكة بالعادات والتقاليد نتاعنا. يعني كان في القمة حتى المشتركين كامل الكونديدا كاع اللي شاركوا داروا أطباق رائعة قدموها بطريقة تقليدية وبطريقة عصرية وكل واحد وحط اللمسة نتاعو.
ونتمنى لهم ان شاء الله من الحسن الاحسن، ونتمنى للشيف مصطفى التوفيق في مهرجانات اخرى ان شاء الله، ونتمنى يديروا مهرجانات عندنا ثاني في بلعباس ان شاء الله عن قريب راح يكون فيه مهرجان في سيدي بلعباس، والكل مدعو وشكرا. اما الان راح نروحوا للمشاركين اللي ما تحدثناش وما سمحتناش الفرصه من كثره العمل يعني، ولا ما كناش عندنا الوقت باش نتحدث معهم، نعطيهم الفرصه الان حتى يعطيونا ارائهم وانطباعاتهم على هذه المشاركه في هذا المهرجان. احنا يعني نتشكروا ابننا مصطفى في هذا المهرجان هذا اللي يعني اللي راهو بالنسبه لنا احنا راهو نجح كثير، وهو يشرفنا اللي جينا لمدينه شلف لاول مره، والحمد لله اللي رانا تلاقينا السيدة المطبخ هي قاموس في كل بيت جزائري، هي موسوعة ماهيش هي يعني هي تاج فوق راسنا دائما، وإحنا يعني فرحنا يعني اللي تلاقينا إخواننا من مصر من تونس من لبنان هذو كل أولادنا، والبنت كريمة وزينب وكل هذا الكونديدا ان شاء الله ربي ان شاء الله يلاقينا بهم دائما بالخير، وان شاء الله نكونوا ديما مجموعين يعني في المهرجان هذا. بالنسبه لنا احنا راهو ناجح الحمد لله الحمد لله. اسكو انا جيت ضيفه ما جيتش باش نشارك، بصح شاركت باه نشجع هذا الشباب هذا، باه نعتوا لهم باللي تسمى الطبخ ما عندوش عمر وما عندوش لا غوتخات، كبير يخدم الصغير يخدم. شوف يا ربي يبارك بنات نتاع متوسطه ما وقتها دخلوا للمطبخ وقتها داروا هذه الخبره هذه وقتها وصلوا باش هما اليوم راهي مرا كاينين 25 30 سنه تقول لك انا ما نعرفش نقلي حتى حبه تاع بطاطا. اليوم هذه البنات تشوفهم يديروا الكسكسي، احنا الكسكسي علمونا مواتنا وجداتنا ماشي رحنا بذيك في درناه وكل. يعني هذا فخر 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 للمرأة الجزائرية للبنات. كان الشرف لنا كبير لحضرنا سيدة وملكة المطبخ الجزائري السيدة رزقي مختارية، كان الشرف لنا. أنا من حيث كنت صغيرة كنت نشوفها في التلفازة، لكن اليوم أصبح لنا حلم حقيقي. ما كانش على بالنا بلي عندنا 78 طبق من الأنواع الكسكسكي، بالجلوس معها تثقفنا الأكثر وعطت طموح للفتيات وزادت شجعتنا ما شاء الله. هذه الفرحة لا توصف، كما أشكر السادة الرؤساء. مشاهدينا الكرام وصلنا للنهاية لنهاية هذا التظاهرة، ولكل بداية نهاية طبعا النهاية تكون محزنة، لكن احنا النهاية راح نخلصها بالفرح وراح نشعلوا شموع لهذا البياس مونتيلا راهي قدامكم اللي صنعتها لنا الشيف كريمة اللي راح نختموا بها هذا التظاهرة وهذا المهرجان المخصص للكسكسي كما قلت لطبق الكسكس الأمازيغي، وذلك احتفاء برأس السنة الأمازيغية 1970. نلتقي بكم مشاهدينا في مهرجانات أخرى في مهرجانات متميزة، وكذلك كما عودتكم قناة الشروق العامة دائما على التميز. إلى ذلكم الحين لكم مني ألف تحية وسلام.